أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم نرحب بضيفنا في هذه الأمسية الثقافية ضمن نشاط هذه القلعة المتميزة الثقافية في موسمها الحالي المتميز. ولا شك أيها السيدات والسادة الكرام إن موضوع محاضرة اليوم التراث الروحي في الحضارة العربية الإسلامية من المواضيع التي تمس واقع هذه الأمة ماضيا وحاضرا. فالحضارة العربية الإسلامية دنيا بإشراقاتها الفكرية والروحية ذات يوم ما زالت جدوتها متقدة تحت رماد السنين تنتظر من يعيد إليها وهجها من جديد، ولتعيد نشر رسالة الإسلام في العالم كله، وهي بلا شك مؤهلة لذلك. على أي حال، نحن في حاجة ماسة وخاصة جيل الشباب في هذا العصر إلى الإطلالة الواعية على تراثنا التليد ودراسة هذا التراث ليكون زادا لنا في حاضرنا ومستقبلنا. ولا شك أن مثل هذه الدراسات والأبحاث ستعيد إلينا بعضا من التوازن وشيئا من الثقة في أنفسنا، خاصة ونحن نواجه تحديات هائلة وغزوا فكريا وثقافيا سافرا أحيانا ومستترا في أغلب الأحيان. محاضرنا اليوم هو الدكتور يوسف زيدان، وأستأذنكم أيها السيدات والسادة في إلقاء نظرة على بعض من سيرته الذاتية. الدكتور يوسف زيدان حاصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية من كلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 89. عمل مستشارا للمخطوطات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية. يعمل حاليا مستشارا للتراث والمخطوطات بمكتبة الإسكندرية المشروع العالمي لإحياء المكتبة القديمة. صدر للمحاضر 31 كتابا في الفلسفة والتصوف وتاريخ العلوم، للمحاضر أكثر من 40 بحثا متخصصا شارك بها في مؤتمرات دولية ونشرتها الدوريات. قام المحاضر في السنوات العشر الماضية بفهرسة 18,000 مخطوطة بمكتبات رفعة الطحطاوي، بلدية الإسكندرية، جامعة الإسكندرية وغيرها. حصل على عدة جوائز، منها جائزة الفقه الطبي وتحقيق التراث وفق أصول فن التحقيق من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عام 94، جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشباب في مجال العلوم الاجتماعية، جائزة الإمام محمد ماضي أبو العزائم في مجال خدمة الإسلام عام 96. عنوان هذه المحاضرة التراث الروحي في الحضارة العربية الإسلامية، فليتفضل الدكتور يوسف لإلقاء ما في جعبتي تحت هذا العنوان. شكرا على هذا التقديم الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أشكر المجمع الثقافي، الإخوة العاملين فيه وعلى رأسهم الأخ العزيز محمد السويدي الذي أتاح لنا ولي هذه الفرصة لأن ألتقي بعقول على الجانب الآخر، وكما كان أفلاطون يقول فالمعرفة إنما تتولد باحتكاك النفوس. وتفضلتم بالمجيء للاستماع إلي، وأنا في الحقيقة أيضا مشتاق لأن أستمع لكم وأن نتناقش حول هذه المسألة التي جعلتها تحت عنوان التراث الروحي في الحضارة العربية الإسلامية. وأرى أن الحضارة العربية الإسلامية، هذه الكلمات الثلاث، تستحق منا قبل موضوع وقفة.
هناك حضارات إنسانية عديدة عاشت حينا من الدهر ثم اختفت، وللحضارة العربية الإسلامية خصوصية، فهي واحدة من أطول الحضارات عمرا في تاريخ الإنسانية. لأننا الآن في العصر الحديث حين ننظر إلى الحضارة المصرية القديمة مثلا، نرى عدة حضارات تعاقبت وكأنها حضارة واحدة. وحين ننظر في حضارة اليونان نقول الحضارة اليونانية، ولا ننتبه إلى أن اليونان القديمة عاشت حضارتان يمكن التمييز بينهما عن طريق تقسيم التاريخ اليوناني القديم إلى المرحلة الهيلينية والمرحلة الهيلينستية. وأيضا التاريخ المصري القديم يمكن تقسيمه إلى مراحل ودول طويلة. فإذا نظرت لكل حضارة داخلية من هذه، حيث تتغير اللغة والدين والنظام الإداري، سوف وقسنا هذا بالحضارة العربية الإسلامية، سنجد أنها واحدة من أطول الحضارات عمرا في التاريخ الإنساني، لأنها امتدت لألف وأربعمائة سنة كاملة كما يمتد شعاع شمس فيه مكونات كثيرة، ولكنه يدرك في وحدته. وعلى ذكر الوحدة أود التنبيه في معرض هذا التمهيد إلى أن الكلام عن الحضارة الإسلامية منفصلة عن الحضارة العربية، أو الكلام عن التراث العربي منفصلا عن التراث الإسلامي، هو أمر كنت قد وصفته قبل هذا بأنه قضية استهلاكية، بمعنى أن كل بضع سنوات يأتي فكرنا المعاصر أو مفكرون المعاصرون فيلقون على الساحة الثقافية قضية التراث والمعاصرة، حضارة عربية أم إسلامية، موقفنا من العولمة، وينهمك الكل في الكتابة وفي الأخذ والرد وفي تبني المواقف ثم الهجوم على مواقف أخرى. هذا النوع من القضايا الذي لم يؤسس تأسيسا معرفيا حقيقيا أعتبره على أحسن تقدير قضية استهلاكية لا تهدف إلا لاستهلاك الوقت وتشغيل الأقلام وإشغال الصحف والوسائل الإعلامية بكلام لو حققناه ونظرنا فيه بعمق لاختفى الإشكال من أساسه. فهذه الحضارة التي ننتمي إليها لا يمكن في الحقيقة فصل ما هو عربي عن ما هو إسلامي فيها، ولا يمكن إدراك جوهر منهما بعيدا عن الآخر. فالثقافة العربية التي كانت في الجاهلية حدث لها بعد ظهور الإسلام شكل وتجلد جديد هو الذي أنتج الحضارة، لم تنتج المرحلة العربية السابقة على الإسلام حضارة. وأيضا كان صلب المعطى الحضاري الإسلامي عربيا. صحيح أن بعض التجليات الحضارية كانت تدون بالفارسية أو بالتركية، ولكن المتن والكتاب الرئيس للحضارة العربية الإسلامية كان هو النص العربي، وكانت النصوص الفارسية والتركية وبقية اللغات هي إضافات هامشية لهذا المتن الأساسي. من هنا نقول أنه لا معنى للفصل على مستوى الوعي ما بين ما هو عربي وما هو إسلامي في حضارتنا هذه، بل نقول أنها حضارة واحدة امتدت لقرون طوال متجلية في ثوب عربي إسلامي، ومتحققة عبر استمرارية اللغة والدين ورؤية العالم التي توارثها جيل من بعد جيل. أردت التنبيه على هذه المسألة لأنني فيما أرى أن الفصل بينهما يؤدي إلى تشتيت على مستوى الوعي، ويؤدي إلى انهيار المشروعات والأفكار الكبرى. وقد تعلمنا من التاريخ الحديث كيف أن مشروعاتنا النهضوية
انهارت خلال قرن كامل بسبب عدم التأسيس المعرفي لهذا المفهوم. المشروع السلفي انطلق عبر مجموعة من الأئمة الأجلاء وعبر جهود جماعة من المناضلين أمثال الأفغاني، ثم تلقى الراية محمد عبده ومن بعده محمد رشيد رضا، وكلهم يؤسسون على المفهوم الإسلامي بعيدا عن الثقافة العربية. والأفغاني يلجأ للأتراك ثم للفرس، أو يلجأهم إليه لاستعماله في مشروع الجامعة الإسلامية مع إقصاء الثقافة العربية. وفي المقابل يقوم المشروع العلماني على أساس قومي بعيدا